ما عليه ما عليه، جاي اكثر جاي اكثر، ما عليه ما قصروا ما قصروا. السعوديه ابطال كاس الخليج وابطال استاهل عمان، بس هاردلك السعوديه ما قصروا، لعبوا ليل الضربات الترجيه بس ما قصروا، بس هاردلك بيفوزون ان شاء الله. السعوديه بطل، السعوديه امجاد، السعوديه العجاج، ها ولا يهمنا في الكاس هذا، هربت حق وجتهم. مبروك عمان، وين ابطال اسيا؟ مبروك ابطال اسيا، موجودين عارف الميدان. من هو هذا؟ برنتي يا اخي برا. ذكرى الزمن الجميل في بطولات كأس أمم آسيا. تحدث اليوم في الاستوديو التحليلي في لاين سبورت مع الزميل مشعل القحطاني ومع الدكتور تركي العواد. أعطى ماجد عبد الله، يعني وإن كان كابتن ماجد بعض الأحيان يكون متحفظ، لكن اليوم ألغى التحفظ. المشكلة هل إحنا مثلا حنستمر على اللي إحنا عليه، أو لازم نعترف أنه اللي كان سوينا خطأ. يعني أعطيك كم مثال. الآن البرنامج المنتخب، احنا زي ما انا دائما اركز على برنامج المنتخب، لانه هو اللي يضع الفريق في حالة جيدة او حالة سيئة. هل حنستمر على انه المدرب كل ما اي مدرب يجي يضع برنامج، لابد انه احنا نقعد نناقش هل البرنامج هذا برنامج مجزي او لا. احنا للاسف انا اقول لك اياها بصراحة، احنا نلعب في الاعلام وتركنا الملعب. هذا هو الصح. نقول لك إياه، حتى التطبيل اللي في الإعلام كذا وكذا، هذا شيء برضه هو اللي زاد الطين بلة على ما يقولون. يعني مخلوا اللاعب كأنه لا تبذل الجهد، أنت تراك نجم، أنت كذا أنت كذا أنت كذا. تحصل الحين في ناس هذا يدافع عن ذا وهذا يدافع عن هذا، وتركوا اللعب في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الـ